أصلاً مرحبا بكم على قناة طيب الوحيشي مرة أخرى. ليه؟ اليوم الدويرة متاع اليوم حاجة تعمل 66 كيف، فيها مساحة العقار الكل لك 3700 متر مربع، ترى الكل لك مشجر معناها بأشجار الزينة وكيف كيف زيتون ومنوع، يعني فيها الخيرات السبعة. قبل ما ندخل الدار الشام نطلع على المساحة الخارجية وتوزيعها بالضبط باش نفهم روحنا فاش قاعدين نتفرجوا. عنا لهنا مدخل السيارة، مدخل واسع على الاخر، دخل حتى 10 كراهب ولا ما نعرفش قديش. دونك هذه هي، وعنا لهنا جراج نجم ندخل فيه زوز كراهب، فيه بورت إلكتريك وكل شيء. عنا بارتي هذي اللي قدام الدار فيها نافورة، وهذاك المدخل الرئيسي. من بعد نرجع نلقاو ان ستوديو لهنا انديبوندون، ستوديو لهنا انديبوندون في كوجينا وفي زيتون. لهنا عنا سلم وفما شومبرا كوشي. الدار متاعنا الكبيرة اللي تمشيو نشوفوها بعدين فيها ثلاثة بيوت، أربعة بيوت نوم، منهم شامبر سويت الرواية الملكية، يعني فيها النسيسير الكوليك. كيما تلاحظوا نلقاو الليزار بالفويتي، المشماش، مدانينا، أنسو دو سويت، ونلقاو الجردة التيرانية. هاو الجردة التيرانية، فما برشا قعدات لهنا على البيسين، ودار ما شاء الله قصر ماهيش دار. قام برشا مساحة لهنا تاع قعدات وإلا تاع سهرة ولا أي حاجة. نلقاو فما هذيك بارتي مغطية، هذاك التراسات نتاع الوحدين نتاع الصالة. بيسين زادة كيف كبيرة على الاخر، وفيها جاكوزي ولا بيسين تاع صغار كيما تحبوا تتصرفوا فيه، تنجموا تتصرفوا فيه. كون فو فويي فيه قاعدة زادة مزيانة على الاخر. دونك الدار كبيرة ما فيهش فيزافي، فيها الكونفور الكوليكا، يعني حتى فما بني هكا طالع من غادي هكا، فيها بنينة ثلاثة شجرات، يعني ما تخافش، ديما الدار عندها حرمة، دار عندها حرمة وفيها برشا وسع. جردة هذية تويكا كبرها من هنا حتى الحيط حوالي ألف متر، يعني سور عالي على الاخر، يعطي حماية كبيرة للدار. حصير الزيتون اللي فيها يكفي عولة الدار معناها عام كامل. كلب فرح بيه. رجعنا هنا المدخل الرئيسي تاع الدار.
هذا ما يكون احنا تويك. شكرا يا ربي ونمشي ونعمل وطلع على الدويرة من داخل. أرضية كل رخام. بسم الله. ذي المدخل الرئيسي عند هول هنا مزيان على الآخر. ديكور كلاسيكي روعة. هنا نبداو ديريكتومون بالبلوك نوي نشوفو اش عندنا لهنا بيوت. بيت نوم رقم واحد. بيت واسع تهز البلاكارات نتاعها وتهز الدنيا الكل. عندنا بيت رقم اثنين قابلتها سلدبها. وعندنا بيت رقم ثلاثة. في هذه البلاكار نتاعها انكاستري. وعندنا الماستر بادروم نلقاوها لهنا لكن مانيش نشوفوها. نمشيو ديريكتومون للصالون ونعملو طلع على الصالون. أرضية كلها رخام. عروس كيف كيف يعملو 66 كيف. منظر روعة. تصميم فخم في قمة الروعة. نلقاو مباشرة على اليسار نلقاو لهنا بيت قعاد وإلا بيرو تنجم تستغلها كيف ما تحب. خرجنا ديريكتومون على الكولوار. عندنا المطبخ لهنا وبجنبه نلقاو غرفة حمام فيها كابين دوش إيطاليان أوتوماتيك وفيها جاكوزي فيها كل تاع المساج أوتوماتيك. هذه الصالة متاعنا برشا قعدات مزيانين. وهذا التراس اللي كنا نتفرج فيه في أول فيديو. زوز نوافذ كبار فيهم دوبل فيتراج هنا على تراس مزيان وكبير هكا. هذه هي الدويرة متاعنا اليوم. إذا كان جديد معنا في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس وتلقاو بقية المعلومات فيما يخص العقار هذايا تلقاوها في صندوق الوصف. إن شاء الله عجبتكم الدويرة وفي رعاية الله الناس الكل. السلام عليكم.